ليك لا مغز بينات انا كنشوف الرجل كان تاع شهرين من بعد ما غسلته البارح بنوفاكس من عند جوتا كوزميتيك ومن طول راني دفرتو كيما وريتكم يعني باش تعرفوا ممكن نجي ونغسل بيها هكا وندي صباح صباح نوري لكم هكا ونقول لكم سي نوفاكس كامل ايوي عندكم الا درتو هاد الطريقه كتغسلي شعرك وكتفريه كتنعسي بيه غادي يولي ليك هكا مي بلوس كتغسلي بنوفاكس ومع الماسك ديالو بلوس كيولي اوتوماتيكمون تيولي هكا بلا ما تضفريه فهذا هو الهدف اللي بغيت نوصل الفكره اللي بغيت نوصل لكم ف دابا الحبيبات ديالي غادي ندير واحد الطونيك ديالي نتاع بيكسي تا هو من عند جودا كوزميتيك ومن بعد غادي ندير في وجهي باش الا شتوني انا بغيت لا موكات دابا خلينا نهضروا شي شويه على الزيت هير زمان اللي كنت مشققه بها شعري البارح فكما كتشوفوا شققت في الصباح باش كنت كنشقق وغسلتو لو سوار تري تا فهاد هاد لي زيتاب اللي درت انايا فهاد النوبه اللي كنديرهم مره باسكو النوبه انا كنبغي نبات بالزيت كيعجبوني اكثر انني نكون كنشقى هكا في الدار ولا عندي ان تروكيتو وهذا نشقق شعري ونبقى بالزيت حتى نمشي نغسلو ونطفرو باش يصبح لي هاد الويفي بحال هكا اوكي الوغ بالنسبه للزيت الناس اللي كتسول شنو كدير كتضغطي لي شوف فمثلا انا دابا ما دايره لا ماسك لا حتى شي حاجه لا سيروم باردون لا حتى شي حاجه بقى انتم تبارك الله ما شاء الله وكتعطيك واحد لابغيونس هادو ما شوف هاد لابغيونس هادي فاش كتولفي هذاك التشقاق ديال الشعر كتحسي بها ملي عطاتك النتيجه وكتحسي حتى بالزغبه ديالك ما مشوكاش يعني اللي ضغط لي شوف ابخي بالنسبه للناس اللي كيسولوك واش كطول الشعر اي زيت تبعتها بطريقه سليمه وطريقه زوينه وفيها دي زانغريديون اللي كيطولوا الشعر فغادي تطول لك الشعر ومنين منين كنجربوا من هاد الجويهات فانتوما كتشوفوا لي بيبي هير ديالي صافي دروك 3 موا انني انا بهاد الزيت دو موا انني بهاد الزيت فلي بيبي هير ديالي بداو كينوضوا في القناه اللي انا كنحك فيهم الزيت وكنديرها لهم وبيان سور المتابعات ديالي اللي شراوها في نفس الوقت اللي انا شريتها ولا اللي انا خديتها ولا انا اللي بديت كنتعامل بها فلقاو نفس النتيجه كنتمنى انها تفيدكم لانه انا اي حاجه كنجيبها لكم كنبغيها تكون فايداكم وتكون عطاكم النتيجه تكون زوينه واحد القط هادشي شنو هي اكبر عيب هادي فاش كيجي معك شي حد يدير معك ليك صاحبتك خطاك مرتك راجلك تيدير راسو بحال شي واحد سمك وما كيشوفش ما كياكل حتى شي حاجه بحال هو يكون معروف ماشي معروف بحال هو ديما معروض في الدار كتقول شي تاكل هادشي تقول لك لا ما كناكل عيش لا ما كندير لا والو لا والو باش كتحط الطبله كيدخل كلشي غريب باش شويه يعني اللي جينا الكارفور كلش هادي تبغي شي حاجه ما كيتباعش كتعني جو كارفور ياك أعزائي وأعزاؤكم واحد الناس ديال مراكش سمحوا لي غنقول لكم واحد الكلمة مي أنا مشهورة في كازا على مراكش أون فيت مراكش في مراكش ماشي مشهورة معروفة في كازا مشهورة ألوغ شوفوا أش غنقول لكم بالنسبة لي صيفطوا لي دروكا لي ميساج باغابوغ زيت هير زمان واش تقدر تدار على لي شوفو بروتين اللي ولا لي شوفو باللي ميساج ولا لي شوفو لي دايرين لهم دوك لي بروتين كامل سي تي بي الفيغ ما كيابينيوش ما كتخسرش ليك هذاك البروتين اللي كتكون دايره ما كتخسرش ليك داك ليساج اللي كتكون دايره بالنسبه للناس اللي كيسولوني على الحوامل راه مع لاباج سولوها باش تقول لكم الزيت ديال النساء الحوامل وبالنسبه للناس اللي كيسولوني على الاطفال راه عندها الزيت بوغ لي زونفون اوسي واحد عليكم I'm gonna go to the hospital.
J'étais en train de faire ma douche. Derto, Dermacare, li adapté le visage et le corps. Je fais rizal, zbin, bzef, bzef, bzef. À chaque fois, j'utilise une clinique Dermacare fait la douche d'ali. Ma crème, je ne vais pas mettre la crème. C'est la seule chose qui m'a fait ou qui m'a fait que je vais mettre le produit comme produit quotidien que je vais mettre le soir ou que je vais mettre بالنسبة للبنات اللي كيسولوني واش ادابتي لي زانفون وي سي ادابتي لي زانفون و سا ادغات لابو يعني فاش كديري كتحسي براسك انك ما محتاجش دير اون كريم من بعد فانا جو في اكسبري دابا جو في ما دوش درتو بيه هو وخليت الفيزاج ديالي باش نغسلو غسله فركه قدامكم وتشوفوا الريزولتا ديالو ا توت سويت الوغ لي زوين فيه سكو فيه 500 ml ابخي انتي الا كنتي بغيتي تسافري لا شوز اللي انا كنغلط وما كنديرهاش سكو كيجيني كبير وبزاف البنات قالوا لي كيجيني كبير فلقيت لكم الحل غادي تشري بدي فلاكون عادي اون بلاستيك وغادي تخوي منه وفاش تكوني مسافره غادي تدي معك كوتيك صافي غير دو بروند سيلولا حيت هذا ثقيل شي شويه الوغ عندك جوج بشيبشي دو بشيبشيات وكتستعمليه بهذه الطريقه هذه وكتغسلي وجهك وكتغسلي حتى لوكو ديالك إلا ما كنتيش بيان سو خرج من لادوش ولا شي حاجة أخرى أو نو يلا خرجت من لادوش باسكو في غسلة جي بخيفيغ أنا لي نخليه هو باش نوريكم دابا راه تقريبا تخوا ولا كات كات موا هادي باش أنا كنستعملو مكنستعملش مكنستعملش شي بخودوي آخر تالما واخدة راحتي مع السوف اي بالنسبه للناس اللي كنمشى ليهم لو كونتاكت ديال السيده اللي صاوبات لي لي بينوار بيرسوناليزي يعني تجي كتعني غلامور افيك هاي دايره كوين غلامور فانا غادي نبارطاجيها معكم بصراحه يعني شوفوا واحد السيده ديجا غزاله الله يعمرها دار واحد الناس واحد لافامي فنين وواحد الخدمه فاش كتمشي للهوتيل كتلقى شي بينوار اللي كيبغي لك قلبك وما كتكرهيش تهزي اليوم هادي هاد النقطه بالضبط اللي صغير شانو اللي كبر شانو اللي لاباس عليه اللي فقير اي واحد كتوقع عليه اللي لاباس عليهم كيمشيو شي اوطيل شي بالاس شي 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 طاج محل شي 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 عجب وكيلقى شي بينوار كيرتاح فيه كيقول الله ما كرهت نديه ولا كيهبط كيشري دقع النيف فانا جبت لكم لادريس اللي تقدروا يكون عندكم ام بينوار بحال هذا بام شوفو ما كاين غير اون ريبرون لو طراي باسكو فوالا راه الشهر هادي وانا جو بارطاج غيان معكم في الخدمه ديالي وكما كتعرفوا خدمتي سي لو بارطاج اي لي بون بلان وكذلك لي زوفر وكذلك لي بروموسيون و لي كود برومو غلامور الوغ من بين لي كود برومو غلامور اللي عندنا عندنا هاد الفريشه هادي الزوينه انتم شوفوا كي دايره حطها في هاد الكوان البارح سولتوني عليها فاش كنت صورت لكم هاد الكوان ديالي قلتوا لي سكينه ملي خديتي هاد الفراشه فهاد الفراشه تو سامبلومون خديتها من عند بوبين
اللي عنده بزاف ديال الحويجات غادي نبارطاجيهم معاكم، واللي خديت من عنده بزاف نتاع الحويجات، فمن بينهم هادي. فغزاله كاينه اون كولور اوني وكاينه لا كولور كاينه اون ميلتي كولور. فانا جي كوموندي هادي بيضاء في هاد الكوان هذا، اي جو في شونجي هادي باش ندير الاخرى في لي كولور.